الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان ويؤكد على أن الاستقرار يساعد على تجاوز التحديات. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتائج اقتراع الجولة الأولى من المرحلة الأولى لمجلس النواب. ترامب يحذر من تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بنسبة 700% في حال انتخاب بايدن. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن نتائج عدم الاستقرار مدمرة للدولة ومستقبلها، وفي كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى شدد الرئيس السيسي على أن الاستقرار هو الأساس لاستكمال مسيرة التنمية واجتياز التحديات. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم نتائج اقتراع الجولة الأولى من المرحلة الأولى لمجلس النواب، وتلقت الهيئة كافة نتائج اللجان العامة وتظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز التي جرى البت فيها، كما جرى مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة وإضافة أصوات المصريين بالخارج. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه في انتخابات الرئاسة الديمقراطي جو بايدن بأنه يخطط لزيادة تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة من البلدان المتضررة من الإرهاب. وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا إنه قام بخطوات لحماية الأمن القومي الأمريكي مثل تعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، مشيرا إلى أن بايدن والديمقراطيين اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف. وفي ولاية ميشيغان شارك المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في مؤتمر انتخابي حث فيه الناخبين على التصويت لصالحه، وجدد بايدن الهجوم على منافسه الجمهوري دونالد ترامب مؤكدا أن إدارته تسببت في الاضطراب العنصري وإغلاق 100,000 شركة صغيرة وفقدان 300,000 وظيفة، مبينا أن إدارة ترامب لم تقدم حلولا لإنهاء تزايد الإصابات بفيروس كورونا. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تعرض مصنع للبتروكيماويات لهجوم وصفه بالإرهابي، وقال مادورو في كلمة له إن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، مضيفا إنها هجمات إرهابية مباشرة تستهدف اقتصاد فنزويلا وصناعتها وقطاعاتها الاستراتيجية. واعتبر الرئيس الفنزويلي أن هذه الهجمات يتم التخطيط لها في كولومبيا، متهما الولايات المتحدة بتدبيرها. تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات مجددا بقصف مناطق سكنية في انتهاك الاتفاق لتجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين، وأعلن الجانبان عن تعرض مناطق سكنية للقصف بعد ساعات من أحدث اتفاق على إنهاء الصراع والذي تم التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. انتهى الموجز، ولنا أن نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي 12303 معدل الترميز 27500 ومعمل الاستقطاب أفقي. إلى اللقاء.